اليهود صادروا الأرض. القانون ثغرة بتقول انه الارض تصادر لمدة 25 عام لم تقوم فيها لا المؤسسة في اي مشروع اي تخطيط كانت على اساسه قد صدرت هذا الارض يجب ارجاعها لاصحابها. كان في هون مخطط لسلخ عدد اكبر من الدنومات من اراضي الفلاحين في جديد المكان. جزء ما يتجزأ من قرطنطور، هاي امتداد طبيعي لقرطنطور. الصاحب من الأرض ممنوع يفوت.